بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط 18 للابكار الاجذاع المهجنات لفئة الانتاج والمنتجين على بركة الله. انطلقت الاسماء والشعارات مباشرة مع الجزيرة، راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري يقدم لنا شعار المركز الثاني، وتابع نشوة احمد بن حميد بالدبيلة المنصوري هو القادم المركز الثالث، وتابع الحاضر عتب والقادمة عتب، عيلان بن سعيد بن سيف المشغوني هو القادم المركز الرابع، وتابع هيبة سيب بن علي بن عزيز الشريفي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات المركز الخامس، وتابع شعار بن عويضان هو القادم مع اعلان حمد بن محمد بن سهيل العامري يقدم لنا شعاره، والمركز الخامس القادمة جزلة سعيد بن محمد بن مبارك المهيري يقدم جزلة في هذه اللحظات، المركز السادس او السابع، وتابع انطلاقة الذيبة ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي المركز الثامن، القادمة والحاضرة طيش طيش هي القادمة، خليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي يقدم لنا شعاره، وحضرت مع المركز الثامن القادمة والحاضرة، وتابع انطلاقة وحضور القادمة في هذه اللحظات، هيلمان منصور بن صغير بن محمد المنصوري هو القادم مع المركز التاسع والمركز العاشر، وتابع بحور عيسى بن خميس بن شلبود الخيلي، هكذا هو النداء الأول للعشرة المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة. نعود من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول في هذه اللحظات، من تنطلق ومن تندفع بالأداء الكبير وبالأداء المميز. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، وتابع عتب عيلان بن سعيد بن سيف المشغوني يقدم لنا شعاره وينطلق مع الصدارة، بينما المركز الثاني وتابع الجزيرة هي القادمة، راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري يقدم لنا شعاره، وحضرت ايضا مع المركز الثالث القادمة نشوة، نشوة هي القادمة، احمد بن حميد بالدبيلة المنصوري قادم، وايضا القدوم والحضور، تابع هيبة هيبة سيب بن علي بن عزيز الشريفي يقدم لنا شعاره، ويقدم لنا هيبة مع المركز الرابع، المركز الخامس اعلان هي القادمة، حمد بن محمد بن سهيل العامري يقدم شعاره ويقدم اعلان، المعركة طاحنة، المعركة دائرة ما بين الخمس النجوم العمالقة. اعود الى الصدارة الى مقدمة الشوط، عتب مع الصدارة، عيلان بن سعيد بن سيف المشغوني، يالله
الله على الانطلاق وعلى انطلاقة عتب في هذه اللحظات تحتل الصدارة وتحتل مقدمة الشوط والمركز الأول. عتب 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 مع المركز الأول ومع الصدارة والقادمة والحاضرة. أتابع الجزيرة راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري وأيضا أعلان قادمة قادمة أعلان في هذه اللحظات بن عويضان وشعاره بن عويضان وإنجازاته بن عويضان وبطولاته وتاريخه العريق. هذا العود المعاصر لهذه المعارك والمعاصر لهذه الرياضة يتقدم مع المركز الثالث المركز الرابع القادمة والحاضرة الذيبة ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يقدم لنا شعاره. واحضرت ايضا القادمة جزلة سعيد بن محمد بن مبارك المهيري. هكذا هي النتيجة 1200 يا عمالقة يا كبار بن عويضان والمنصوري وأيضا القادمة طرب محنة بن محمد بن محنة العامري يقدم لنا شعاره. ولكن الجزيرة مع الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير الجزيرة وشعار طرب طرب والجزيرة وأيضا القادمة والحاضرة طيش خليفة بن سالم بالضبع الاكتبي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. ولكن الجزيرة وانطلاقتها راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري بدأ يغادر والعصاف الابطان. الجزيرة وانطلاقتها الله الله والقادمة والحاضرة القادمة طيش والجزيرة وطيش. ولكن المنصوري مع الجزيرة راشد بن محمد بن راشد المنصوري الله الله على الجزيرة وانطلاقتها الكبيرة. سلامي عليك يا المنصوري الجزيرة وانجازاتها. سلام يا المنصوري سلام. المركز الثاني طيش خليفة بن سالم بالضبع الاكتبي والمركز الثالث اوصلت طرب محنة بن محمد بن محنة العامري والمركز الرابع اوصلت مع المركز الرابع اعلان حمد بن محمد بن سهيل العامري والمركز الخامس المركز الخامس كانت الذيبة ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. التوقيت الزمني ولحظة وصول الجزيرة راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري 9:15 تسعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. والمركز الثاني أوصلت 9:16 أربعة أجزاء من الثانية وكان الشعار طيش خليفة بن سالم بالضبيع الاكتبي. والمركز الثالث 9:18 جزء وحيد من الثانية طرب محنة بن محمد بن محنة العامري تهانينا والناموس للجميع.